يوم إصابته يعني، وإزاي استقبلتوا الخبر في هذا اليوم يعني؟ والله هو المفروض قبليها ساطع كان في اجازه مرضي وكان ما كانش مفروض ينزل شغله يعني. سبحان الله. وبعدين هو واحنا متجمعين كلنا قال لنا انا قررت ان انا انزل الشغل، فكلنا طبعا اعترضنا انه ليه هتنزل وانت مش حد هيلوم عليك والبلد مقلوبه وحاله الدنيا، لان هو كمان كان من ساعه ما قامت الثوره وهجموا الاقسام وجيه هربان ازاي من القسم ووقفوا يدافعوا عن الاقسام، يعني مروا بحاجات كتيره قوي. قال لا انا هنزل وما ينفعش يتقال عليا جبان وما ينفعش ان انا ما اخدش مكاني والبلد في اللي احنا فيه ده، وانا لو ربنا اللي كاتبه لي هيكون حتى لو انا ما بينكم. وفعلا نزل يوميها، وكان ساعتها الخطاب بتاع مرسي، بعد ما كلنا سمعنا واكتئبنا وداخلين ننام، فبطمن عليه قبل ما ندخل ننام، ما ردش مره واتنين، قلت اكيد بقى هما مشغولين وشغلهم تأمين وكده. وكده. واحده صاحبتي كلمتني، فبعدين بتقولي هو كنا قفلنا التلفزيون خلاص، بتقولي هو ساطع بيشتغل فين؟ فبقول لها هو في اسم بولاق. فقالت لي طيب، قلت لها هو في حاجه؟ قالت لي لا، ما فيش حاجه، وقفلت السكه. قلت اتصل تاني اطمن عليه، ما فيش رد. لقيت بقى اختها بتتصل بيا من بره، يا سبحان الله، بتقول لي يا شيري انا هقول لك حاجه بس امسكي اعصابك. عرفت بقى طبعا زي اي زوجه مصريه ماشيه، نهارتي مش وجريتي. يعني مش داريه انا ايه اللي بيحصل، وانا قلت لك ما تروحش وحرام عليك وبتعمل فينا كده ليه. وكانت حتى طنط وسمر اخته في البيت، والساعه كانت واحده يمكن بالليل، نزلت انا واختي عشان على المستشفى. لقيت سمر بتكلمني، في حاجه؟ لا يا سمر ما فيش حاجه، انت فين؟ انا في البيت. لا انت مش في البيت. المهم وصلنا المستشفى، عرفت ان هو دخل العمليات، وكان اخوه دكتور سامح اللي رافقه في المرحله الاولى من رحلته ساعه ما كان في الكوما، كان هو وصل المستشفى الاول لانه استشاري في مستشفى الشرطه، وكانوا طلبوه قالوا له في حاله ضابط عندنا. سبحان الله. طيب انا جاي ما يعرفش بالظبط انه عشر، شقيقه لا يعني. لا ما يعرفش. وبعديها بعشر دقايق لما هم عرفوا ان هو اخوه قالوا له لا خلاص احنا جبنا دكتور تاني. فهو استغرب يعني ايه السرعه ان انتوا لقيتوا دكتور تاني. وفعلا بلغوا زميل ساطع من على الدوريات الشرطه وقال له ساطع اصيبه في المستشفى. ساطع قعد ساعتها 12 ساعه في العمليات، يا سبحان الله. خرج من بعديها على العنايه المركزه. ابتدى بقى الحاله تتدهور لانه طبعا نزف كتير جدا، لانه اول ما راح على مستشفى بولاق، وبعد كده هو حتى في وصفه بعد كده لما قال انا حسيت ان انا اتخبطت بطوبه بس ما خدتش بالي ان انا اتضربت برصاص الا لما لقيت الدم. سبحان الله. لما جم يخدروه هو وشه ده كله كان مفتوح خلاص، ولسانه ما فيش، فما ينفعش ينيموه عشان يخدروه، فعشان يحطوا له حاجه للتنفس هنا حطوها له وهو صاحي. دكتور بتاع البنج والانف والاذن قالوا لي انت متجوزه جبل. انا طبعا ابتدى يدخل في كوما، وابتدت وظايف الكلى تنهار، وابتدى يغسل مره الصبح ومره بعد الظهر. الحمد لله جه قرار وزير الداخليه ان احنا هنسفره بره، بس قعد هنا تقريبا اسبوع بلا ما سافرنا. ابتدى بقى يسافر لسويسرا، كان دخل في الكوما تماما مع اخوه دكتور سامح دكتور الجراحه. شهرين عقبال ما فاق، طبعا اول ما ابتدى يفتح ابتدى هي ليه الدنيا ضلمه هو في ايه، فسامح فهمه بالراحه كده واحنا لسه مستنيين واحنا كده. المهم قابلتهم الدكتوره هناك وقالت له انا عايزه مترجم، ما كانش عايزه سامح هو اللي يترجم، قالت له انا عايزه مترجم عشان اترجم كل كلمه، عشان هم عارفين ان احنا بشرقيتنا ما بننقش في بنبسط العادات الدنيا. الامور، معلش طب شويه. وهم في حقوق للمريض هناك لازم يطرحوها عليه بالظبط ويكونوا في منتهى الدقه والامانه. بالظبط. فحضرت القعده وحضر وصدق، قال له خلاص انا فهمت كل حاجه، وساب الجلسة بتاعت الدكتورة دي وقال له خلاص يلا بينا نخرج. حتى سامح استغرب من الاتيتيود بتاعه، بس اعتقد انه لولا شخصية ساطع المحاربة القوية لا كان قام من الكومة ولا كان قدر يتعامل مع الخبر بالطريقة دي. سبحان الله. ودخل في فترة طويلة، احنا عملنا طبعا عن الشهيد البطل اكتر من تقرير هنا في قناة الناس، خصوصا وقت استشهاده مؤخرا قبل عدة اشهر،
اعتقد قعد فتره طويله مره اخرى في كوما في سويسرا، يمكن حاجه هو و40 يوم. شهرين، هو قعد شهرين في 60 يوم. الكوما لغايه ما فاق في سويسرا، لغايه ما ابتدت ترجع الكلى لوظائفها، لغايه ما سبحان ابتدى الله. يعمل العمليات اللي في الاول. يعني هم حتى برضو اكتشفت انه زمايلي في المستشفى انه كانوا بيقولوا من ورا ظهري انه هي العمليه عمليه وقت، يعني ما كانش حد سبحان الله متخيل انه ممكن يقوم من وقعه زي دي، لكن اراده ربنا ان هو سبحان يقوم، الله. وانه هو يدي كل فرد من افراد عيلته درس، يدي الشعب درس. صحيح. فسبحان الله هو كان جاي برساله فعلا زي ما هو بيقول.